كاتو الزول فلاون، تحية كبيرة ليكم من عند لطفي دوبل كانو. والفيديو تاع اليوم يا جماعة راني متماسك أعصابي، راح نحكيو على سي سلال وتبهديلة جديدة. شبعنا تبهدايل يا سي سلال، الله يفتح عليك يا ربي، ما تلوموش، هذا سي تان مالاد مونطال يا رب، هذا مختل عقليا، ما تلوموش يا ناس. وش بيه السيد هذا؟ وش بيه المستوى ولا خردة؟ وش بيك يا اخي؟ الله يهديك، في ميتينغ بوليتيك جاي تقول لهم يا مدام دليلة ولا مدام سامية، هيا شطحيهم. وي ولدي تحسب في روحك ديجي انت ولا في قيرات؟ راك وزير اول، ماشيك جاي تشطح الناس، راك في ان ديبا، ياك في ميتينغ بوليتيك، راك جاي تطرح افكار وتطرح يعني دي زيدي وحلول، وجاي تساند ناس، وجاي تقل هيا شطحيهم. وكون جيت راني نشطح، مش بيك انت حاط روحك الشاب عبدو ولا الشاب سهام ولا الشاب ما راكش، راك وزير الدولة، راك الوزير الاول، راك انت هو المسؤول على البلاد. المريض راه يستنى فيك تقول له، والمسكين المعوق راه يستنى هاكش، ما كان قانون جديد، ومسكين الحراقة اللي مرا ولدها راه مرمي بالك في الحبس تاع تونس، مسكين غرق، راه محتاج توقف وتهدر كلمة عليهم. الجيش هذوك مساكن المعطوبين والمتقاعدين راه محتاجين كلمة منك، وانت قاعد تقول لهم يا سامية شطحيهم. الله يهديك يا اخي، الله يهديكم يا حكومه يا خرده، راكم بخصتوا بينا، الله يهديكم، راك في مسؤوليه في مقام يا جماعه، راح تتحاسب امام ربي على كل صغيره وكبيره. راك مش جاي للمدام ساميه ولا السيده ساميه تقولها شطحيهم، مش هم المهام تاعك تشطح ناس، راك راح تنطقونا يا جماعه، خدمتك مش تشطح الناس، راك مش الشاب ما نعرف شكون. معليش انا مشني ضد الشطيح، اشطحوا زها، وبص على المقام يتطلب مقال عقده. مقام تاعك راك وزير اول يا سي محمد، راك وزير اول، الشعب راهو مضرور، او مش قاعد تهف فيه بالشطيح، عيب عيب يا سيدي الوزير المحترم، عيب والله يا غير. العبد عاد قلبه عاد يتقاس، هذا المستوى الجزائريين، هذا هو يمثل الجزائريين، ما كانش يعني عندنا ازمه رجال، ما كانش راجل يهدر كلمه في الميزان ويهدر، علاه علاه؟ وبعليك وش يقول لك الأسرة الجزائرية؟ ها المرأة لازم تكركر راجلها، وتكركر راجلها عن بالك تكر البعير وتكر الغبات، كركر تتقلل بغلو للحمار والجحش، رب عائلة تقول له تكركر، راهو كلام يا جماعة ما يليقش بيك، ما يليق يتكركر الكبش باه تديه يذبحوا، الدابة تتكركر، الأنعام ما تكركرش، رب عائلة ما تتقالش، وش راه مخك؟ وش كان في مخك؟ وإذا ما ناضش وش دير له؟ اضربيه بالعصا. وش يا جماعة؟ أنت تشوف الأسرة الجزائرية شو عايشة في إسطبل، كركر وأضربيه، غير الألفاظ تاع الحيوانات، أعطيهم الجي وأعطيهم وشطحوهم، هيا نغرتوا. ميتين والله يا جماعة يشوفوا فيكم حيوانات. كركري وضرب واحد المصطلح، أدهي الأسرة الجزائرية بالنسبة ليك؟ أدهي علاه ما تشوفش الأسرة الجزائرية كتهدر مستوى؟ قال واش يا سيدي، هيا يا المرأة خذي زوجك، ولا خذي يعني رب العائلة خذيه بيمينك، ولدك صغير تاع 18 هذاك ولا 19 خذيه وحمسيهم وروحي أدي الواجب تاعك. لا تكركر، شنو المستوى تاعك تاع رجال كهوب تسمى؟ كافي كافي، سبحان الله العلي العظيم، كافي وكركريه وضربيه. شو وحنا مع الجزائر حتى نموتوا وما نموتوش حتى نبنيوها، مش ما تموتش يا ربي يا ربي، والله يا ربي سبحان الله، هالمستوى تجسم ما نموتوش حتى نبنيه. 20 سنه في الحكم ما كفاتكمش باش تبنيو حتى درجه، ودرك حتقول لي جا الوقت باش نبنيو؟ يا جماعة عيب عليكم، عيب عليكم، اهدروا بأدب مع الأسرة، اهدروا يا جماعة. تسمى راكم قال لهم ماني حاب نشطح، بصح ما عنديش وقت، أنا حاب وقت شطيح. عمر بن الخطاب قالوا له يا عمر شو بيك ديما مشنف؟ علاه ما تضحكش يا عمر؟ قال لهم كيفاه نضحك والمسلمين جياع؟ يعطيني قلبي نضحك والشعب تاعي جيعان، يعطيني قلبي نضحك والشعب مساكن الحراقة غرقوا، راهم مطيشين في تونس ولا رموتة، وين الجثث مساكن اللي فامي متسنى منك تهدر؟ الجيش الجيش يا جماعة اللي عفس على مينا وتقصوا رجليه، اللي عنده كلية اللي راهو مرمي يا جماعة، محتاج واحد يسمعوا. أفراد الجيش المتقاعدين يا جماعة اللي هزوا دافعوا على الشعب، راهم محتاج ناس تسمع فيك، وش حتهدر عليهم وأنت تحكي لي على مدام سامية وأني جاي نشطح؟ فرحان راك فرحان، وجيت تعرف قيمة المنصب اللي راك فيه، والله ما تضحك، والله تخممش في الشطيح، خلاص سامحوني يعني حد نشطح، بس ما سامحنا احنا، فهمت؟ سامحنا احنا سامحنا اللي راك وزير تاعنا، هذا الإنسان يمثلك يا شخص،
هذا يا جزائري مثلك ما دام تشوفه قاعد يدور في الولايات ويشجع في الانتخابات، لانه عم باله هذه الانتخابات راح تساهم في وجوده وتساهم في الدوام تاعه. كون جاء عم باله بالانتخابات خطر عليه سلال انه يتغير ويروح، والله ما كان يشجع فيها، راهو يشجع باسكو عم باله راك تضرب في المارط وتلصق فيه في الكرسي، راهو راح يزيد يدوم. ما لا اللي راح اللي راضي بهذا الرداءة واللي يحلم انه هذا تغيير، روح درك شوف الرداءة وروح مع مدام سميرة ولا مدام سامية وروح كمل اشطحه بالجي والكاشير. والجزائر قاعدة تضيع في وقتها والشعب مسكين قاعد يتكركر واولاده مسكين حتى اللي هزت السلاح ضد الارهاب راهي مرمية وراهي محتاجة. روح يا سلال روح اشطح روح روح عيط لمدام سامية روح روحوا قلبوها يا جماعة. الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم، حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم.